خاصة بعد الحجر الذي كان في كورونا سجلت المحاكم عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أرقام والله خيالية أخوان. السبب أسباب كثيرة، منها أخواننا يعني أننا لا إلا من رحم الله لا نتعاطى الأسباب الشرعية في حل الإشكال. الثاني وجود الزوج ترى في البيت والتدخل فيما لا يعني. الطبخ ليس لك علاقة السفر بالطبخ، أنت وضعت الملح لماذا تدع هذا لما؟ هذا ليس لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. التغافل نصف الحياة، التغافل نصف الحياة، تغافل يعني تشوف أشياء تتغافل عنها، لا تتغافل عن المحرم لا ما يمكن، لكن في أشياء تتغافل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب من كفار مكة، يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، يعلم أنه يسب من كفار مكة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يتغافل عن هذا، فكان يقول ألم ترى كيف يصرف الله عني أذى قريشا، كيف يصرف عنك أذى قريشا، قال يذمون مذمما وأنا محمد. هم لا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد لأنه يحمل على كل شيء. قال يذمون يعني يتكلم ويسب من؟ يقول مذمم. من مذمم؟ قل لا أدري، أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فليس كل شيء يعني تنسب إليه، ولهذا قال التغافل نصف الحياة. فإذا أراد أن يطلق يطلقها في طهر لم يجامعها به. عندنا إشكال أيضا، ما يمكن إخراج الزوجة من بيتها ولا هي تخرج أصلا من بيتها، فتبقى في البيت. إذا بقيت في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر نترجع، فلا بد أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. إذا يحرم على الزوج أن يطلق الزوجة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، إما أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، هذا إذا كان مدخول بها، إذا قال مدخول بها طلقها في أي وقت، أو يطلقها وهي حامل. نعم إخواننا، الطلاق يقول بعض الفقهاء أن الطلاق مثل الطلقة، طلقة إيش؟ مسدس، إذا خرجت لا ترجع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني الجد والهزل شيء واحد، منها الطلاق ومنها نسأل عافية السلام أخواننا الردة. ما يمكن أحد يمزح بسبب الرب، سبب النبي صلى الله عليه وسلم باستهزاء بالدين. نعم قال